تعليم يحتضر ومدرسة عمومية آهيلة للسقوط، عناوين بارزة لفشل إصلاحات وبرامج الحكومات المتعاقبة حول منظومة التعليم في المغرب، تجلت عيوبها أخيراً في مشروع القانون الإطار رقم 1751 وما خلفه من نقاش، وتحديداً المادة التي تنص على إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية. فما أصل الحكاية ولما كل هذا اللغط؟ صراعات سياسية وحسابات خفية تحاك خلف الكواليس المزركشة، جدل ساخن حول لغات التدريس حسمه رؤساء الفرق البرلمانية ضمنهم فريق العدالة والتنمية، فقرروا اعتماد التناوب اللغوي أي تدريس بعض المضامين والمجزوءات بلغة أجنبية بشكل متدرج، وكان هذا قبل أسابيع قليلة وقبل خرجة رئيس الحكومة المخلوع عبد الإله بن كيران في بث مباشر دعا عبر إلى عدم التصويت على مشروع القانون الإطار ليحرض بذلك نواب حزبه ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني زميله في الحزب، ويدعو لإسقاط حكومة لم يعد فيها. فتسارعت الأحداث وأصبح البيجيدي يطالب بتأجيل التصويت على القانون الإطار، ما خلف ارتباكا جسده رئيس الفريق البرلماني للبيجيدي إدريس الأزمي أبرز الموالين للتيار بن كيران. تلاه اجتماع استثنائي عاصف للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دون الوصول إلى نتيجة، جرعة عالية من المزايدات السياسية. بن كيران يدعو العثماني إلى مغادرة رئاسة الحكومة لتجنب عار فرنسة التعليم، لا ردود أفعال حد الساعة من طرف العثماني، بينما قرر مصطفى الرميد القيادي البيجيدي المعارض لتيار بن كيران تأييد اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية، ما أجج الصراع داخل اجتماع للأمانة العامة للحزب حينما رفض المقرع أبو زيد هذه الفكرة التي اعتبرها خطاً أحمر. فماذا عن مواقف باقي التنظيمات والأحزاب الأخرى؟ أمحند أمين العام لحزب الحركة الشعبية دعا من جهته إلى تجاوز الخلاف مطالباً بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية نظراً لمتطلبات سوق الشغل. الموقف نفسه عبر عنه كل من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، لكن السؤال المطروح، هل التدريس بالفرنسية هو السبيل لإصلاح التعليم في حين تعرف هذه اللغة تراجعاً عالمياً؟ تراجع يؤكده الفرنسيون أنفسهم الذين بات الكثير منهم يلجأ إلى اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلم العالمية. التدريس باللغة الفرنسية هو التوجه ذاته الذي أيده تقرير صادر سنة 2015 عن المجلس الأعلى للتعليم، تقرير وصف بكونه ملغوماً، حولت الفرنسية من لغة انفتاح إلى لغة يجب إدماجها ضمن التعليم الأول والابتدائي، وهي المرحلة التي يجب التركيز فيها على اللغة الأم، وارتقى بلغة مولير وكأنها لغة رسمية في تدريس بعض المواد بدءا من التعليم الإعدادي وحتى الجامعة، بينما تعامل مع اللغة الإنجليزية بشكل محتشم. وواقع الحال يقول إن الإنجليزية باتت اليوم لغة العلم والمعرفة والتفوق، فهل يعمل في الخفاء اللوبي الفرنكوفوني مصر على التمسك ببقايا الاستعمار في المغرب؟ وهل يعمل جاهداً في سبيل الترسيم الواقعي للغة الفرنسية؟ وبالعودة إلى معمعة الأحزاب، اعتبر حزب الاستقلال قائد مسيرة التعريب قبل 30 سنة أن التدريس باللغة الفرنسية إجرام في حق مستقبل المغرب، فيما دعا حزب الكتاب إلى التصويت وكفى، المهم تجاوز الأزمة، مغلباً الكفة نحو التدريس بجميع اللغات بعيداً عن أي إيديولوجيات أو تعصب. الجدال شمل أيضاً جمعيات المجتمع المدني ومنها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية الذي عبر بدوره عن رفضه مشروع القانون الإطار رقم 1751، خرجة بن كيران التي أعادت مشروع القانون إلى نقطة الصفر، اتهم خلالها اللوبي الفرنسي بالدفاع عن لغة المستعمر، تشويش، وصاية، توجيه، توصيفات ربما تنطبق جميعها على خرجة بن كيران بخصوص المشروع. فهل تحول رئيس المخلوع إلى مرشد عام أم ماذا؟ سؤال مشروع أيضا، ولما كل هذه الحمية المفاجئة؟ الجواب واضح إذن،
مخالفة الورقة المذهبية للحزب، بعبارة أدق تسييس ورش إصلاح التعليم لأغراض انتخابية وأهداف سياسية ضيقة، نسف الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم 2015-2030، ومن أهدافها ترسيخ الثوابت الدستورية، تعميم التعليم، الانخراط في مجتمع المعرفة. فهل يخشى حزب العدالة والتنمية من تعليم متطور يواكب العصر؟ أم أن دافعه فعلاً حماية الهوية المغربية؟ اللوبي الفرنكوفوني نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي هاجمه بن كيران بأقدح النعود، قال إن أمزازي لم يخالف الرؤية الاستراتيجية كما ادعى ذلك عبد الإله بن كيران، مشيرا أنه مع تدريس المواد العلمية بالإنجليزية وليس فقط بالفرنسية لولا الخصاص في الأطر الأنجلو ساكسونية، حركة التوحيد والإصلاح هي الأخرى تركت الدعوة والوعد لتتفرغ للتنظير في مجال التعليم، أمسكت العصا من الوسط مغلفة رفضها للفرنسة في جبة النصيحة، والدين النصيحة كما يقال. طبعا كل هذه الجلبة ليس خوفا على مستقبل أبناء المغاربة من فقدان هويتهم، فعدد كبير من أبناء قادة البيجيدي يدرسون أبنائهم في البعثات الأجنبية والتركية بلغات غير اللغة العربية. إنما الخوف كل الخوف من فقدان تعليم متخلف يشكل رافدا لنشر الفكر التقليدي الذي يتغذون عليه انتخابيا وسياسيا. وبين هذا المعسكر وذاك يبقى الضحية الأول هو النظام التعليمي بالمغرب، ولا مناص اليوم من التفكير في الانفتاح على نماذج تعليمية أخرى تتوافق ومتطلبات العصر. ربما يفلح المغرب حينها في مغادرة قائمة أسوأ الدول في التعليم.